وأبدأ معك أستاذ نهاد من رام الله وأسألك عن الانشقاق الداخلي في داخل إسرائيل اليوم، والذي يعني شهد تصعيدا ربما غير مسبوق منذ بداية هذه الحرب. والسؤال، هل حكومة الحرب التي أسست في 11 من أكتوبر مهددة بالتفكك قبل نهاية الحرب على غزة؟ تحياتي لكم وضيوفكم الكرام ولمشاهديكم. يعني أنا أستبعد أن تتفكك الحكومة قبل نهاية الحرب، ودعنا نميز قليلا ما بين التصدعات والخلافات الجوهرية الموضوعية بين مختلف الفرقاء في إسرائيل، خصوصا بين حكومة اليمين ومكوناتها وبين باقي الخريطة السياسية. يعني هذا شيء، والموقف من شخص نتنياهو ومن أهليته لقيادة الجيش ولقيادة الحرب ولقيادة الدولة سواء في ظل الحرب أو في ظل السلم، هذه مسألة أخرى مختلفة. تزداد انتقادات نتنياهو وتزداد يعني الاتجاهات لتحميله مسؤولية الإخفاق والفشل في الرأي العام، كما تظهر ذلك استطلاعات الرأي وكما يتحدث بذلك عدد من الكبار المسؤولين من مختلف الأطراف السياسية. فأعتقد أنا أن يعني الخلافات بشأن دور نتنياهو ومسؤوليته الشخصية ليست هي نفس الخلافات بشأن الحرب. تقريبا يكاد يكون كل الأطراف الإسرائيلية موحدين تجاه ضرورة استمرار الحرب. هم ليسوا يعني المعارضين لنتنياهو ليسوا أقل عدوانية منه وليسوا أكثر نزوعا للسلام، على العكس من ذلك هم ربما يأخذون عليه أحيانا اضطراره لمراعاة مطالب الولايات المتحدة وإيجاد ممرات إنسانية أحيانا، وكما يعني ورد في تقاريركم السماح بإدخال شاحنتي وقود وما إلى ذلك. أنت تستبعد تفككها يا أستاذ نهاد لأنها محمية بموجب قرار تشكيلها، أن قراراتها لا تمر على الكنيست، أم لأن اليمين المتطرف ربما يحميها ويشكل لها ظهرا يحمي نتنياهو وحكومته، يعني أم للسببين معا؟ أنا أولا سمعت لتقاريركم، يعني الآراء الواردة فيها آرتس لا تمثل يعني الاتجاه المركزي في إسرائيل، آرتس صحيفة يسارية تكاد تكون على هامش الحياة السياسية في إسرائيل، وبالتالي الآراء الواردة فيها لا تعكس الاتجاهات الرئيسية في إسرائيل. هذا واحد. ثانيا هناك دعني أقول تقاليد أو يعني إرث، يعني بأنه في وقت الحرب يتحد الإسرائيليون كما في كل الحروب السابقة، يضعون خلافاتهم جانبا ويتحدون في الجهد وراء الجيش باعتبار أن الجيش هو الذي يتحمل العبء الرئيسي. الآن كلما طال أمد الحرب كلما ازدادت الأعباء والمشكلات والملاحظات بخصوص الأداء، بخصوص دور نتنياهو ومسؤوليته الكبيرة في إيصال الأمور في إسرائيل إلى هذه الحالة، إلى هذه الهاوية، سواء بسبب يعني تغليبه مصالحه الشخصية وبسبب سياسات ائتلافه الحكومي الذي ركز على موضوع التشريعات القضائية وأهمل الجيش وخلق صدوعا عميقة في المجتمع الإسرائيلي ونفر الجمهور حتى من الخدمة العسكرية ودفع الضباط وجنود الاحتياط إلى التردد والابتعاد عن الخدمة في الجيش. هذه الأسباب ستكون يعني أدوات وشواهد وبينات لإدانة نتنياهو أكثر فأكثر، خصوصا إزاء الإخفاقات المتتالية. أنا أستبعد أن يعني ينفجر الائتلاف في الحرب في هذه الفترة، ربما هناك أصوات تدعو نتنياهو الاستقالة الآن، يعني ينقسم الإسرائيليون إلى قسمين رئيسيين الآن، من يدعو نتنياهو إلى الاستقالة فورا ودون انتظار نتائج الحرب، وهناك من يدعو إلى إقالته فور انتهاء الحرب وإجراء انتخابات مبكرة. لكن بشكل عام لا خلاف على أبعاد العملية العسكرية تمام. وعلى الشدة والبطش والقمع طيب. الذي توجه به إسرائيل.